السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الهيمورويد اللي هي البواسير تحت إشراف دكتور دكتور تامر تامر حسن. حسن، دول الدكاترة اللي اشتغلوا على المشروع. أول حاجة، ايه هي البواسير؟ البواسير ده مرض بيحدث بسبب قصور في الأوعية الدموية المغذية لفتحة الشرج، تحديدا في الأوردة المغذية لفتحة الشرج. اللي بيحصل انها بتبدأ تتمدد، يحصل فيها انتفاخ وبعد كده بتلتهب. ده بيعطي للإنسان اللي عنده بواسير إحساس بالحكة والحرقان في المنطقة دي، ممكن بعد كده تتفتح ويحصل فيها نزيف خاصة لو في إمساك متكرر. البواسير ده مرض مزمن، مش مجرد إنها حالة بتيجي شوية وبتروح، ممكن إحنا نعالجها أو تروح لوحدها مع الوقت. البواسير عندنا نوعين، إما حاجة اسمها internal hemorrhoid أو external، يعني بواسير بتحصل داخلية تمدد في الأوعية الدموية الداخلية، وبواسير بتحصل خارجية زي الصورة اللي عندنا دي كده، بواسير داخلية وبواسير خارجية. بعد كده، ايه هي اسباب البواسير؟ هي كلها بتتلخص في حاجه واحده، لو فهمناها نبقى فهمنا كل اسباب البواسير. ايه هي الحاجه دي؟ ان انا عندي ضغط شديد، زياده ضغط على المنطقه السفليه من فتحه الشرج. ده بنشوفه في حالات كتير، زي مثلا حاجه بالعربي كده بنسميها احنا بنحزق واحنا بنعمل حمام مثلا، لو في امساك وهكذا، فالمفروض ان احنا نقلل الحزقه دي. تاني حاجه عندنا، دي حاجه مهمه جدا، الحمل، انه في الحمل اصلا بيكون في ضغط، في ضغط البطن نفسه بيكون زياده، فبالتالي بيكون في ضغط كمان على منطقه الشرج. بعد كده، ان انا الانسان لما بيدخل الحمام بيقعد فتره طويله، ده برضو بيزود الضغط وبرضو بيزود البواسير. بعد كده زياده الوزن، اللي هو زي الصور اللي احنا شايفينها كده. طيب نيجي للحظة الحقيقه، سؤال دايما بنساله، هل الشطه بتزود البواسير؟ كلنا سمعنا ان الشطه في الاكل بتجيب بواسير، بس ده طالع انه مش حقيقي، علميا ثبت انه مش حقيقي، بس الشطه في الاكل ممكن تسبب ايه؟ اسهال شديد. الاسهال برضو زي ما قلنا ان الاسهال والامساك بيساعدوا في البواسير، فبالتالي هي لما تعمل اسهال ممكن تكون من العوامل المساعده بس مش هي السبب الرئيسي. طيب احنا ازاي بنمنع انه يحصل مشكله اللي هي مشكله البواسير؟ من اهم الحاجات الاسباب اللي احنا قلناها نمنعها، زي مثلا احنا نحزق واحنا بنعمل حمام، انه في اسهال او امساك، دول ناخد لهم علاج. وتاني حاجه ناكل اكل صحي، بالتالي الاسهال هيقل والامساك هيقل. بعد كده عندنا انه نشيل اوزان تقيله، المفروض نقلل الاوزان اللي بنشيلها مثلا في الجيم، اللي ممنوع نقرا او نلعب في التليفون كتير في الحمام، ده طبعا بيطول الوقت فبالتالي بيزود البواسير. بعد كده الخساسان، المفروض ان انا اخس عشان البواسير تقل. طيب ايه هو علاج البواسير؟ عندي علاج باخده في البيت اللي هو علاج عادي مش ادويه، عندي كريمات، وبعد كده عندي اقراص باخدها، وعندي عمليات. اول حاجه، الحاجات اللي بعملها في البيت، حاجه اسمها سيت باس، وده حاجه زي كانه زي طشت كده فيه ميه دافيه المريض بيقعد فيه، ده بيخفف جدا. وتاني حاجه، المكان لازم يكون عندي نظيف جدا، المفروض اعمل كمادات بارده على المكان. ندخل في الكريمات اللي المفروض استخدمها، في كريمات كتير جدا ممكن نستخدمها، اهمها اللي بيكون فيها مواد زي الكورتيزون لان ده بيقلل الالتهابات، مواد زي الزنك اوكسايد، ممكن يكون مخدر موضعي، دي كلها لبوس وكريمات بتقلل البواسير. الامثله التجاريه اللي احنا عارفينها زي مثلا الفاكتو والجي تي ان والاتش فورميولا وهكذا. بعد كده في علاجات زي ما قلنا بناخدها اقراص، زي المسكنات ومضادات الالتهابات، امثله كتير جدا زي الاولفين والديكلوفين والحاجات اللي احنا عارفينها. وبعد كده حاجه بتقوي الشعيرات الدمويه بتاعه والاورده بتاعه فتحه الشرج زي الدافلون. حد يقول لي الدافلون ده للدوالي، ما هو برضو مشكله الدوالي بتبقى مشكله في الشعيرات الدمويه، بالتالي بنستخدمها في البواسير وبنستخدمها في الدوالي. بعد كده خلاص، لو الدكتور ما نفعش معانا كل الحاجات دي ممكن ندخل في العمليات بقى، تمام كده. في بعض العمليات زي ان احنا بنحقن الاوعيه الدمويه المتبدده دي، عمليات تانية احنا بنربطها، او ان احنا بنشيل الاوعيه الدمويه الملتهبه خالص. والبواسير زي ما زي اي حاجه ممكن تتعالج وترجع تاني كده. انتهى الفيديو، شكرا جزيلا.